نحن إنتر إيكو إنرجيا نفخر بأن نعلن أننا أصبحنا شريكاً لتحالف الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة. بفضل سنوات طويلة من خبرتنا في السوق الأوروبية، يمكننا مساعدتكم في تحقيق ما يصل إلى 11 هدفاً من تلك الأهداف. لدينا أدوات ومعرفة مناسبة للقيام بذلك، ونريد ترجمتها إلى دعم للبلدان النامية. نشعر اليوم بأننا مسؤولين عن نقل هذه المعرفة لمن هم في أمس الحاجة إليها. تكمن قوتنا العظيمة في عملنا على مكافحة تغير المناخ الذي يصبح أكثر وضوحاً كل عام، لا سيما في المناطق الدافئة من العالم. نحن في إنتر إيكو إنرجيا نعرف كيفية إدارة النفايات بمثل هذه الطريقة، أن يكون من الممكن تحييد ضررها على البيئة. تعد حيادية النفايات فرصة عظيمة للمناطق التي يكون فيها الوصول إلى مياه الشرب محدوداً، وبالتالي نتخذ خطوة رئيسية نحو تحسين جودتها، ونحن قادرون على إنقاذ ملايين الأرواح بشكل مباشر تقريباً. مياه أفضل تعني أيضاً حياة حيوانية أفضل، ليس فقط في المحيطات والبحار، ولكن أيضاً على اليابسة. من خلال إغلاق المطامر الضخمة، نعيد للطبيعة المناطق التي كانت ملوثة ومتدهورة في السابق. لدينا أيضاً تقنية يمكنها تحويل النفايات إلى طاقة نظيفة. بفضل حلولنا لا نتخلص من النفايات فحسب، بل نتمكن أيضاً من الوصول بسهولة إلى الطاقة الكهربائية. نضع في اعتبارنا حماية مستقبل كوكبنا من خلال الاهتمام بتوعية الأجيال القادمة بشكل أفضل حول إدارة النفايات. نقوم أيضاً بالتثقيف في مصانع الإنتاج لإظهار كيفية تصميم المنتجات وتصنيعها بشكل مسؤول، بحيث تكون سهلة ونظيفة للتخلص منها لاحقاً. بفضل تعاوننا مع المجتمع المحلي، نقوم بإنشاء بنية تحتية بيئية مبتكرة كاملة التي توفر وظائف جديدة لائقة. تساهم كل هذه العوامل المجتمعة في تحسين نوعية حياة السكان المحليين بشكل عام. إنتر إيكو إنرجيا، نحن هنا من أجلكم.